ريال مايوركا سالتا فيغو الدور الإسباني الدرجة الأولى الجولة 33، وشاهدنا مهرجان من أهداف الشوط الأول والشوط الثاني. شاهدنا أهداف كثيرة، شاهدنا قرابة نسنا كيفاش ريال مايوركا وين أنتي وين بدا فتح مهرجان تاع الأهداف من الدقيقة 13 عن طريق ضربة جزاء وين سجلها أنتي. شنا كيفاش خون وين سجل الهدف في الدقيقة 27، شنا أليخاندرو وين سجل الهدف الثالث في الدقيقة 40 في الشوط الأول. شاهدنا كيفاش أنتي يعود ويسجل الهدف في الدقيقة 52 بعد ما أن إسباس اللي سجل الهدف التقليص في الدقيقة 50 عن طريق ضربة جزاء. أنتي دقيقتين من بعد وين سجل هدفين، سجل هدف في الدقيقة 52. شنا سيلفا سياف الذي سجل الهدف الخامس في الدقيقة 60. يعني نقولوا باللي مورينو اللي مدرب تاع ريال مايوركا وين دخل بخطة 4-3-3، أوسكار المدرب تاع سالتا فيغو اللي دخل، أوسكار غارسيا اللي دخل بخطة 4-3-3. يعني مباراة كانت شيقة، مباراة وين شاهدنا كيفاش كانت نقولوا باللي ريال مايوركا مانويل شنا أليخاندرو شنا كيفاش مارتين شنا أنطونيو شنا داني شنا بابا شنا سيلفا شنا اللي سجل الهدف شنا تي كوبو شنا أنتي مسجل هدفين شنا خون شنا فاران غوميز اللي دخل في الدقيقة 48. شاهدنا تغيير واحد، شاهدنا كيفاش روبن من جانب الحراسة تاع سالتا فيغو شنا كيفن شنا جينسون شنا لوكاس شنا فيليب شنا أوك شنا كيفاش أسباس مسجل الهدف شنا كيفاش فيدرو شنا مانويل باريس اللي دخلوا في الشوط الثاني. يعني كانت مباراة كانت شيقة. شاهدنا كيفاش نقولوا باللي السيطرة كبيرة من جانب ريال مايوركا وين سيطرة وين لعبوا بارتياحية في الشوط الأول، وين شاهدنا كيفاش نقولوا باللي الشوط الأول وين كانوا مسيطرين، وين شاهدنا كيفاش سالتا فيغو رغم أن سالتا فيغو بعد رجوع الريتم تاع المباراة من جانب ريال مايوركا وين ريتم تراجع بسبب ثقل النتيجة والضمان النتيجة، كانوا مسجلين 5 أهداف وين شاهدنا وين سالتا فيغو وين انطلق للأمام من أجل تقليص النتيجة ماشي تعديل النتيجة، تقليص النتيجة. وين شاهدنا كيفاش 45% نسبة استحواذ لسالتا فيغو، 46% نسبة استحواذ ريال مايوركا، 371 تمريرة 200 لسالتا فيغو، 252 تمريرة ريال مايوركا. يعني نقولوا باللي شاهدنا كيفاش الركنيات وين كانوا 6 ركنيات لسالتا فيغو، ركنية واحدة بالنسبة لريال مايوركا. لكن ريال مايوركا كان واقعي فاش في الأهداف، سجل أهداف ما ضيعش أهداف. شنا مارتين وين ضيع هدف في الدقيقة 47، شنا كيفاش أنتي كذلك وين ضيع هدف في الدقيقة 58. يعني بصح سالتا فيغو ما كاش عندهم فرص كبيرة باش يسجلوا، ما كاش عندهم فرص. على ذلك نقولوا باللي اليوم سالتا فيغو وين خاصة وين كانوا غلطات كثيرة في خط وسط الميدان هجومي ودفاعي. شنا كيفاش هجوم اللي ما عملش دينيس شنا مانا سانتي شنا أوكي في خط وسط الميدان دي هجومي، يعني ما شناهمش خدموا، شنا كيفاش غلطات في بالنسبة ما كاش تفاهم وين نيستور وجينسون في المحور الدفاع. يعني كانت نقولوا بلي كانت مباراة كانت شيقة، شاهدنا فيها أهداف، شاهدنا فيها اللعب جميل من جانب ريال مايوركا، واليوم كانوا واقعيين، كانوا حاسمين في الأهداف، ما لعبوش بالأهداف، ما ضيعوش أهداف كثيرة، ضيعوا على الأقل 2 فرص كما راهم حاطين، 2 فرص برك اللي ضيعوه، كانوا قادرين يمركمهم أمثال مارتين اللي ضيع هدف، وشنا كيفاش أنتي كذلك ويضيع هدف في الشوط الثاني، مارتين في الشوط الأول ضيع هدف واحد، لكن
ما عطاو ولا فرصه كيما نشوفوا كي تشوف في الدفاع في الهجوم تاع سالتا فيغو ما كانش عندهم فرص للدفاع تاع ريال مايوركا ما عطاهمش فرص وشاهد خط وسط ميدان تاع ريال مايوركا اللي كان حاسم وشنا كيفاش بابا شنا كيفاش داني شنا كيفاش سيلفا وين كانوا حاسمين في اللعب وين كانوا وين قدموا مباراه نقولوا باللي قدموا مباراه كبيره مباراه دخلوها من اجل الفوز وفقط من اجل الفوز والربح المباراه وشاهدنا كيفاش كانت المباراه وين سالتا فيغو يفوز بالنتيجه ريال مايوركا يفوز بالنتيجه والاداء امام سالتا فيغو في الدور الاسباني الدرجه الاولى الجوله 33 صحيتو.